الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه النبي الأمي العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، ألا فاتقوه وخافوه. يقول الله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن الله معنا أي حافظنا ومؤيدنا وناصرنا، وليس معناها الحلول والاتحاد، ليس معناها أن الله حل معهما في الغار، فالله منزه عن الحلول والاتحاد والمخالطة والمباشرة والمماسة، منزه عن أن يكون في مكان أو في كل الأماكن، منزه عن الجهات، منزه عن القعود، منزه عن الجلوس، منزه عن كل صفات المخلوقين. لذلك قال في القرآن: فلا تضربوا لله الأمثال. ومن شبه الله بخلقه ولو بصفة واحدة، من نسب لله الحلول أو الاتحاد، فهو كافر بالإجماع، كما نقل الإجماع على كفره ملا علي القاري في كتابه الرد على وحدة الوجود، على أهل وحدة الوجود. في هذا الكتاب نقل الإجماع على كفر من يقول بالحلول والاتحاد. والله ماذا قال في القرآن؟ لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال. إذا ما معنى الله معنا؟ ناصرنا، حافظنا، مؤيدنا. وهذه الآية فيها تأييد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أيضا فيها مدح له رضي الله عنه، لأن الآية ماذا فيها؟ إن الله معنا، ولم يقل كما أخبرتنا الآية إن الله معنا، ولم يقل الرسول إن الله معي. فهذا تأييد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه،
وأن الله حافظه وناصره مع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. والهجرة المباركة كانت تنفيذاً لأمر الله عز وجل، ولم تكن هروباً من الواقع في مكة، ولا فراراً من المشركين، ولا هرباً منهم، ولا خوفاً ولا فزعاً، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يهاجر في نفس اليوم الذي نزل فيه عليه الوحي، بل بقي في مكة المكرمة 13 سنة يدعو إلى الإسلام، يعلم الإيمان، ينهى عن الشرك والكفر والضلال، يدعو إلى العدل والإحسان، يدعو إلى المكارم والفضائل والخيرات والمحاسن، وينهى عن الشرك والكفر والرذائل. لم يهاجر في نفس اليوم الذي نزل فيه عليه الوحي، بل بقي فيهم وبينهم وفي مكة، وكان يمر فيهم في الموسم حين يجتمعون حول الكعبة ويسمعهم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعلمهم أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الهجرة كانت تنفيذاً لأمر الله عز وجل، وكانت لحكم عديدة. فلا نقول عندما نتكلم عن الهجرة لا نقول هرب الرسول، إنما نقول خرج مهاجراً تنفيذاً لأمر الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم منصور من الله، مؤيد من عند الله، بدليل الآية التي تلوناها: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعبأ بهم، إنما خرج مهاجراً إلى المدينة لمصلحة عظيمة، لحكمة بالغة، لمصالح الدين، لمصالح الإسلام. وهناك بنى الجيش، هناك هيأ الجيش، وبعث البعوث، وأرسل الرسل إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة كان صابراً، لا يقاتلهم ليس عن جبن، بل لأنه لم يؤذن له بالقتال. كان في أول الأمر مأموراً بالدعوة وبالصبر عليهم دون القتال، لم يكن مأذوناً له بالقتال، لأجل هذا كان يسكت، لا لأنه جبان، حاشاه، فهو أشجع وأجرأ الفرسان وأشجع الأبطال والمقاتلين، بل في المعارك كان أقرب ما يكون إلى العدو هو صلى الله عليه وسلم. بل سيدنا علي يقول: إن الشجاع منا من يقترب من رسول الله في ساحات القتال، لأنه كان أقرب ما يكون إلى العدو هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة يحتمون به. كم تسمعون عن جرأة أبي بكر؟ كم تسمعون عن شجاعة عمر؟ كم تسمعون عن بسالة عثمان؟ وكم تسمعون عن جرأة علي؟ كلهم يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل الرسول كان يصبر عليهم لأنه كان مأموراً بالتبليغ والدعوة، ولم يكن مأذوناً له بالقتال.
وكان صلى الله عليه وسلم علمهم ودعاهم إلى توحيد الله. كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون الشجر، يعبدون الحجر، يعبدون النجوم، يعبدون الطواغيت، يعبدون الشياطين. لماذا نقموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كادوا له وتآمروا عليه وأرادوا قتله؟ لأنه دعاهم إلى توحيد الله يحسن إليهم، لأنه دعاهم للإسلام، لأنه أراد لهم أن يؤمنوا، أن يسلموا، أن يتركوا الكفر وأن يدخلوا في الإسلام فيموتوا عليه فيكونوا من أهل الجنة. لأجل هذا نقموا عليه، لا يعرفون عليه ولا رأوا منه رذيلة واحدة، ما رأوا عليه السفاهات ولا رأوا منه المنكرات، بل كان صلى الله عليه وسلم عرف بالصادق وبالأمين حتى قبل نزول الوحي عليه. إذن لماذا حاربوه؟ كادوا له، تآمروا عليه، واشتد القتال والظلم على أصحابه، فقتلوا من قتلوا منهم وظلموهم وتتبعوهم لإيذائهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أمر عددا من أصحابه بالهجرة إلى بلاد الحبشة. وهذه الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيها، هو لم يهاجر إلى الحبشة، بل هاجر إلى المدينة بأمر من الله عز وجل، وخرج معه في الهجرة إلى المدينة أبو بكر الصديق، وهذه مزية عظيمة لأبي بكر أيضا، وهذا دليل على أن الله اختار لنبيه أن يكون معه في الهجرة الصديق الصادق الصدوق الأمين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، الله اختاره ليكون صاحبا لرسول الله في الهجرة وفي الغار. صبر الرسول في مكة المكرمة، وصبر الصحابة ولم يتراجعوا عن الإسلام، وبدأ الإسلام يتوسع، بدأ الإسلام ينتشر، فزع الكفار، خاف صناديد قريش أن يخرج الإسلام من مكة وأن يصل إلى بلاد أخرى. ماذا فعلوا؟ اجتمعوا في دار الندوة واتفقوا على قتل رسول الله والعياذ بالله، وكانوا قبل ذلك حاولوا معه لترك الدعوة ولترك الإسلام بزعمهم، بنظرهم السخيف، أرادوا أن يملكوه عليهم وأن يجمعوا له المال وأن يزوجوه بمن أراد من النساء ليترك الدعوة الشريفة. انظروا إلى الأهداف الرخيصة عندهم، انظروا إلى الأهداف الوضيعة عندهم. رسول الله أعلى وأكبر من ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يتخلى عن الدين والدعوة لملك أو سلطان أو دنيا أو نساء أو زعامة. اجتمعوا وطلبوا من عمه أن يعرض عليه ليسكت عن توبيخ أصنامهم، ليسكت عن تحقير أصنامهم وأوثانهم. جاء إليه وقال له إنهم أرسلوه، يعني أرسلوا عم النبي إلى النبي ليقول له إن كنت تريد الملك ملكناك علينا، يعني جعلناك ملكا، فلا نقطع في شيء من أمورنا إلا بمشورتك، وإن أردت المال جمعنا لك حتى كنت أغنانا، وإن أردت النساء زوجناك بمن تريد. هذا عرضهم الرخيص، لكن انظروا إلى جواب سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم
انظروا إلى درس عظيم من الثبات والرسوخ في الحق والدفاع عن الدين. ما هو جوابه؟ ما الذي قاله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا، قال له: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. الله أكبر! هذا جواب قائد السادات وسيد القادات محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جوابه. هؤلاء خاب أملهم وفشلوا في مبتغاهم وضعفت عزائمهم، فلجأوا إلى التآمر على قتله، وجمعوا شبابا من القبائل المتفرقة وأعطوهم السيوف ليدخلوا عليه في بيته فيضربونه بسيوفهم ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل فيصعب على أهله وقبيلته أن يأخذوا بالسأر فيرضخوا للدية على زعمهم. نزل الأمين، هبط جبريل عليه السلام وأخبره صلى الله عليه وسلم بما اتفقوا عليه، وأن لا ينام تلك الليلة على فراشه في بيته، وطلب علياً رضي الله عنه وأمره أن يبيت في فراشه. وهذا من عظيم محافظة النبي على الأمانات، كان عنده أمانات للناس لأجل أن لا تضيع هذه الأمانات، وكل علياً بأدائها إلى أهلها ثم أن يلحق به إلى المدينة. قال له: نم على فراشي هذا، وتسجى ببردي الأخضر هذا، فإنه لن يصل إليك أحد منهم بشيء تكرهه. وهذه معجزة لرسول الله، وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا دليل على صدق علي ومحبة النبي له، وعلى جرأته في الدفاع عن النبي، وعلى أمانته، لذا ائتمنه الرسول على الأمانات واختاره أن يكون في فراشه. وكانوا قد أحاطوا بالبيت، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ من سورة ياسين، ووضع التراب على رؤوسهم ولم يروه ولم يشعروا به، إلى أن أصبحوا فقيل لهم: ماذا تنتظرون هنا؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال لهم بعض زعمائهم: قد خيبكم الله، إن محمدا قد خرج. ثم نظروا فرأوا التراب على رؤوسهم لتكون علامة واضحة بليغة على خروج النبي من بينهم من غير أن يروه. وكان أبو بكر قد جهز الراحلة وانتظره، فخرج معه إلى أن وصلا إلى غار ثور، وجاء الطلب، خرجوا للبحث عنهما، يريدون قتل النبي، ووضعوا لذلك الجوائز 100 ناقة. قال أبو بكر: يا رسول الله، هذا الطلب، ولو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، يعني ناصرهما،
حافظهما كما شرحنا في البداية. والله منزه عن الحلول والاتحاد، منزه عن التحيز في الجهات والأماكن، منزه عن كل صفات المخلوقين. وأبو بكر كان خوفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، فأبو بكر أشجع الصحابة، هو الذي فرق المشركين عن رسول الله عندما اجتمعوا على ضربه عند الكعبة، ما فرقهم إلا هو، دخل بينهم صار يدفعهم ويدافع عن رسول الله إلى أن انكشفوا عن رسول الله وأقبلوا عليه ضربا إلى أن أغمي عليه هو وحده، مع أنه كان نحيل الجسد رضي الله عنه وأرضاه، لكن قلبه الجريء، قلبه المليء بالإيمان والتوكل على الله والمحبة لله وللرسول وللإسلام، كان لا يعبأ بالمشركين، كان نحيل الجسد لكنه دفعهم ودافع عن رسول الله وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أبو بكر الصديق حزنه كان على رسول الله، لا تحزن، حزنه كان على الرسول، خوفه كان على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا كفى الله تعالى شرهم وحفظ نبيه والصديق في ذلك الغار الصغير الذي بعدما دخل إليه جاءت العنكبوت، كما أثبت ذلك الحفاظ، جاء العنكبوت، جاءت العنكبوت وخيطت على فم الغار، وجاءت الحمامة الوحشية فباضت على فم الغار ورقدت على بيضها. قالوا: هذا غار مهجور ليس فيه أحد منذ زمن، ولو دخله أحد لتمزقت خيوط العنكبوت ولطارت الحمامة، وربي لا يعجزه شيء، الله قادر على كل شيء. فلنتعلم من الهجرة الدروس والعبر في الثبات على الحق والدفاع عن الدين والإيمان والإسلام، وعدم التأثر بالباطل وأهله مهما كثروا، مهما كبر حجمهم وعددهم، مهما كانت المغريات والمعطيات، مهما كانت الأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية، مهما كانت المتفجرات، مهما كانت الحروب، مهما كانت الأمراض، مهما كانت الزلازل، نثبت على الحق إلى أن نموت بإذن الله، لأنك بالثبات على الإسلام تربح الدنيا والآخرة. قال ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، وأستغفر الله لي ولكم.